اللقاء السنوي لقرية بريض جنوب باتنا وصف بالفاشل والسبب الانقسام الحاصل وسط سكان القرية بين مؤيد ومعارض أتقاسات بنفشل لأن الجماعة تتعراض قارنو حليش بس هنشني نوفا في اللاس شنو في الناس كلها سبقاس نتيكيت وسنت بركاش تبقى ربي يشفي اللي يوذان وعدة بريض السنوية تقليد قديم يقيمها سكان المنطقة والقرى المجاورة ومنهم من يرى أنها تقليد ثقافي يجمع أكثر مما يفرق 30 سنة شندي تسندي تي تغرسن صغروسن سكة تسندي برانية سي من سي كلها بلاست كلها بلاصت أنا بالنسبة لي هذا يعتبر موروث ثقافي سي نوتر تراديسيون نوتر كوتيم نطلب باش نبقاو نحافظوا عليه سليمان <applause> ها أسليمانا الوليا. أسليمانا الوليا. هذه العادة التي دأب عليها سكان بريض منذ عقود طويلة يبدو أنها فشلت هذا العام بسبب المعارضين لإقامتها الذين يقولون إنها بدعة أما, المصر أما المصرون على إقامتها فيقولون إنما الأعمال بالنيات حكيم عماري الشروق نيوز بريض